شباب قناة شباب نت نيوز. والسلام عليكم. توفي الممثل المصري الشهير طلعت زكريا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 عن عمر ناهز 58 سنة إثر تعرضه لأزمة صحية. وحسب ما ذكرته تقارير مصرية فإن الممثل الراحل تدهورت حالته الصحية وتسببت في دخوله إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة. ويأتي التدهور المفاجئ في الحالة الصحية لطلعت زكريا بعد أن كان آخر ظهور له في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة أنه كان زوجا لوالدة هنا الزاهد لسنوات طويلة قبل أن ينفصل مؤخرا. وتجدر الإشارة إلى أن طلعت زكريا اشتهر في العديد من الأعمال السينمائية من بينها طباق الريس وفيلم حاحة وتفاحة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.